السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في ملف الوورد، لو انا عايز اعمله مثلا كسي في او كفر ليتر او اي حاجة من الحاجات ديت، دلوقتي عندي ملف الوورد هقول له ديزاينر، فيبدأ يجيب لي تنسيقات كثيرة جاهزة. انت عايز تعمل سي في، هتيجي تختار واحد من دول، ليتر كفر ليتر، عايز تعمل تو دو ليست، ريبورت زي ما انت عايز، ارتكل، كل الحاجات دي موجودة. تمام، لو في حاجة عجباك هتقول له شو قول، يبدأ يجيب لك أشكال كتيرة قوي. تقدر مثلا تختار شكل زي دوت، مجرد وان كليك هيبدأ إن هو يفتحه لك هنا، وكل اللي عليك إن أنت تكتب الداتا بتاعتك. تمام، بيقول لك اكتب اسمك هنا. تمام، فأنا هكتب له مثلا عمر سليم. البروفيشنال في ايه، الايميل بتاعك، التليفون، الادرس، الويب سايت، كل الداتا دي بقى اكتبها، الاكسبيرينس بتاعتك، كل عليك بس ان انت تعمل سيلكت وتغير الداتا بتاعتك. خلاص كده انت الملف بتاعك اصبح جاهز، تقدر انت تشتغل بيه.